عليها، ما عنديش فاش ناكل، انا كنجوع وكنعطش وكنخدم عليها باش نسكن باش نشري حي باش ما نخلصش 30000 ريال ديال الكرا. انا فيا السكر خويا، انا دافعه 5 سنين هذه وانا ما عنديش. انا لما خدمتش ما كناكلش، انا خدامه غير في فينيسيو كنخدم ب 5000 ريال وكنجوع وكنعطش وشريت هاد السكنه. علاش انا من خرجت من السادس انا عندي 41 عام وانا كنضرب تماره باش كنجمع باش نشري سكنه باش نجمع امي معايا. ما رديش ما عنديش باش نخلص الكرا 30000 ريال. كنجوع كنعطش عريانه حفيانه ما عنديش من ناكل ما عندي ما نلبس. شريت هاد السكنه على حساب ما يبقاش يدق عليا من الكرا. انا تبعت ليهم في 21 والناس 21 في 21 انا تبعت ليهم. انا قالت لي عام، قالت لي عام عام وغتسكني. قلت لها اختي عام على حسابك؟ قالت لي عام على حسابك. انا دافعه 10 وباقي باقي لي لكم انا غنعطيها لي. ما عندنيش البنك فلوس موجوده. يدير معايا يدير معايا يدير معايا يدير معايا التزام باش نجيب الماء باش نجيب بلعيد. شفنا هذا الراجل ما خلاناش فين نكونوا. حشومه علي حشومه علي جرى عليا من الكرا. درت معاه وريته التزام عطيته التزام. قلت لي نهار 31 داير معانا. قال لي صافي من الكرا نهار 31 جا. قال لي يا اختي جمعي حوايجك. جاني الكاري. انا دابا انا كاينه لي هنا صافي. شي نداء للمسؤولين اللي عايشوا في هذا البيت. انا كنطلب من المسؤولين يديروا لينا حقنا يديروا لنا حقنا. حنا دابا ساكنين حنا ما خارجينش. انا ساكنه بعدا انا من وانا من الناس اللي ساكنه ما غنخرجش. نجي ندير لي حقي نجي ندير لي حقي باش ندير الماء باش ندير الضو. ما غنخليش هاد المراه بلا ماء بلا ضو. ما غنخليهاش ما غنخليهاش. ها هي فيها الرعشه. ها هي في الرعشه في يديها. شو الرعشه في يديها؟ شو الرعشه في يديها؟ ها باش نخليها بحال هكا شكون غادي منين غنجيب ليها الماء منين غنجيب ليها الضو؟ انا بغيت نسكن ويجي يدير لي حقي. انا كنطلب من المسؤولين وعاش الملك. كنطلب من سيدنا يدير لنا حقنا يدير لنا حقنا. وعاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك. السلام عليكم خويا. بالنسبه لهذا السيد انا شريت عنده في 2020 مخلصه كاش. داروا معايا المده ديال 6 شهور وغادي نسلم المحل ديالي. دابا طالعه في مده 3 سنين. اخر التزام داروه معانا هو في نهايه ديال 2022 يعني راس العام غادي نتسلموا الشقق ديالنا بالنسبه للمشروع كامل ماشي غير انا. جاو المسؤولين القيد الباشا يعني المسؤولين كاملين جاو هنايا عطاونا اجل التزموا معنا في الدائره بالنسبه للمسؤول ديال المشروع ممثل الشركه والقيد والباشا والمقدم وداو معاهم 4 ديال الناس كينوبوا علينا حنايا نائبين على السكان. من بعد التزموا معنا نهار 31 في شهر 5 جينا ما كاين حتى شي واحد اللي واجهنا ولا قال لنا بانكم غادي تسلموا ولا شي حاجه. عطاونا مده ديال 10 ايام فيها الباشا والقيد والمقدم. المقدم كيقول لكم مده 4 ايام غادي ندخلوا لديوركم. سنينا حتى داز ديك 10 ايام ما كاين حتى شي حاجه. جينا السبت بقى عندنا الباشا القيد واحد السيد من العماله نائب ديال رئيس المنطقه. قال الباشا والقيد والمقدم والناس ما عندنا ما نديروا لهم والناس يدخلوا لديورهم. هذا الشيء اللي درنا وهالتزاماتهم كلهم كاينين. احنا ما هاربين من حتى حاجه من حتى شي حاجه. احنا دابا كنطلبوا بمضمون المشروع يجي لعندنا هنايا يواجهنا يلتزم معنا ندخلوا لديورنا ونكملوا معاه الاجراءات القانونيه كامله. هذا الشيء اللي كاين. كاينه باركين هنا غير في ديورهم هذا الشيء فعليهم الضو ديال الزنقه. هذا هو اللي كاين. وعاش الملك. كنطلب من المسؤولين وصاحب الجلاله يتدخل في هذا الشيء. هذا هو اللي كنقول انا وهذا الشيء اللي كنطلب. ديروا معنا نهار واحد في شهر 6 باش نجيو نسكنوا. واليوم شوفوا شحال داز لينا من شهر 6. هانتوما تشوفوا راه حنا بغينا نخلصوا اولاد. راه حنا ما عندنا بنك ما عندنا دين. لا غداري لا غداري وغادي انتي غادي تموتي قبل تخليني في الخلا. لا غداري مشكون انا وبنتي وبنتي تخدم عليا. المشروع هذا راه بدانا معاهم 2020 كل مره كل عام كيقول لك مره العام الجاي 6 شهور الجايه 4 شهور الجايه. دابا طالت المده وما كاين حتى شي حل. باقي الامور كما هي عليه.
والسيد الناس داروا معاه التزام، دار معنا التزام ها هو، وقال لنا الالتزام، قال لنا بان في 31/5/2020 غادي نسلموا لكم الشقق ديالكم. ساعه ما كاين حتى حاجه من هذا الشيء، هذا الالتزام ما كاين حتى حاجه من هذا الالتزام هذا، حنا بقينا والو ما كاين حتى حاجه، وعطينا وعود واهيه، وعود لا فائده فيها، يعني كل مره 5 شهور 4 شهور شهر شهرين، المهم السيد هذا كيتماطل علينا على الرزق ديالنا، وانا عندي الافراغ اخر الشهر، اخر الشهر خصني نكون برا، نكون خارج الكرا، وكان قريب 1300 درهم للشهر، يعني 1300 درهم للشهر، وكنخلص دابا عامين، دابا انا كنخلص 1300 درهم للشهر، وكنتسنى المشروع يكمل، ما بغاش يكمل، ودابا راني انا مهدد بالطرد، يعني في 30 في شهر 5/6/2023 غنكون برا، غندير الحوايج ديالي، غنديرهم الزنقه، خصني نجيبهم بالدار ديالي هي مصلوحه مسداده كل شيء، المشروع راه مقاد، ما كاين حتى شي اشكال، ولكن السيد نعم دافع الفلوس انا، دافع 140 الف درهم، 14 مليون ولكن 11 مليون باقا عندي موجوده. الا بغى يعيط لي يدير معايا الواجبات، انا غنعطيه الواجب ديالو، ما كان ماشيش مشكل الفلوس، ولكن السيد ما بغاش يعيط لنا، وانا مهدد بالقبض، بغى يتسلموا، حيت حنا الالتزام ها هو مع القياده مع السلطه مع كل شيء، كيقول لك لو 31 من اجل وتسليم الشقق لاصحابها في اجل اقصاه 31 ماي 2023. دار معنا الالتزام، ودابا التزامات دار معنا، وهذا هو الاخ الالتزام، دابا انا جاي داخل الدار ديالي بهذا الالتزام هذا، التزامات اخرى داخل بهذا الالتزام هذا، عندي حق لان قانونيا الحمد لله السلطه كاينه بجنبنا، راه غادي ندخل المحل ديالي وراه ندير فيها الحوايج ديالي، انا مطرود مطرود يعني، ما يزرعوا معاه ما بغاش يدير معاه الحل، مهدد بالطرد.